طبعا كواليس قبل التحرك لاستاد بيتروسبورت بينقلها زميلنا كريم احمد. خلينا نروح للجرافيك الخاص بمباراه اليوم، هي مباراه الاهلي والداخليه، او الداخليه والاهلي، ان هي النهارده مباراه فريق الداخليه او على ملعب فريق الداخليه. طبعا النهارده الملعب بيتروسبورت، مباراه سوف تقام الساعه 6 مساء ان شاء الله. النادي الاهلي طبعا في المركز الاول برصيد 69 نقطه، اما فريق الداخليه في المركز ال 12 برصيد 30 نقطه. خلينا اقول لكم الاول نتائج مباريات الجوله 26 اللي احنا يمكن في بعض المباريات اللي دايما بتبقى قويه. الاتحاد وام بي وفوز او تعادل ايجابي 1-1، النصر والزمالك وفوز الزمالك 2-1، طلائع الجيش وبتروجيت وفوز بتروجيت على طلائع الجيش 2-1. باقي النتائج بالنسبه للاسبوع 26، الرجاء وسموحه وتعادل سلبي 0-0، الاسيوطي والداخليه وفوز الاسيوطي 4-2 على الداخليه، الاسماعيلي وطنطا وتعادل ايجابي 2-2، الاهلي والانتاج الحربي وفوز الاهلي على الانتاج الحربي 2-1، المقاولون العرب والمصري وفوز المصري 2-1، مصر مقصه ووادي دجله وفوز مصر مقصه 2-0. يمكن دي كانت نتائج اسبوع 26. اما مباراه الجوله 27 اللي احنا فيها حاليا، والنادي الاهلي هيلعب مباراته اليوم امام الداخليه. الزمالك ابتدى هذا الاسبوع بفوز قوي على طلائع الجيش 3-0، ومباراه طنطا والاتحاد اللي شغاله حاليا، وهنتابع حضراتكم نتيجه هذا اللقاء من خلال طبعا تواجدنا في الاستوديو. دي المباراه دلوقتي حاليا شغاله، اما مباراه الداخليه والاهلي ان شاء الله اللي هتكون الساعه 6 مساء، كل التوفيق لفريقنا. اما باقي مباريات الاسبوع 27 ان شاء الله بكره، ان شاء الله وادي دجله والرجاء ان شاء الله الساعه 3 الا ربع، الانتاج والنصر والساعه هتكون الساعه 5، سموحه والاسماعيلي الساعه 5 ايضا، وام بي والمقاولون العرب 7:30 مساء. اما يوم الجمعه ان شاء الله هتكون مباراه بتروجيت ومصر المقاصه الساعه 4 مساء، والمصري والاسيوطي 6:30 مساء. ده بالنسبه للاسبوع 27 ومباريات الاسبوع 27. ده موقف الفريقين في بطولة أو في جدول الدوري الممتاز حتى الآن. الأهلي في المركز الأول برصيد 69 نقطة، الداخلية في المركز ال 12 برصيد 30 نقطة. طبعا الأهلي لعب 26 مباراة، فاز في 22، تعادل في 3 وخسر في مباراة واحدة، له 63 هدف وعليه 15 هدف، زي ما قلت لحضراتكم نقطة 69 بالنسبة للنادي الأهلي. بتتطلع طبعا أنت توصل للنقطة 42 من خلال هذا اللقاء، 72 انا اسف في هذا اللقاء. خليني اقول لكم الداخليه لعب 26 مباراه، فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر في 10 مباريات، له 29 هدف وعليه 33 هدف. طبعا بالنسبه للنقاط واضح جدا ان النص طبعا او فرق 39 نقطه ما بين الاهلي والداخليه في عدد النقاط، طبعا فرق كبير. ايضا بالنسبه لعدد الاهداف ايضا تقريبا بتتكلم برضو في 39 هدف ما بين الاهلي والداخليه. تاريخ مواجهات الفرقتين، طبعا فريق الداخليه فريق مميز، فريق دايما عنده جزء الدفاع من ساعه ما طلع للفريق او الدوري الممتاز، كان كابتن عبد العال طبعا هو المدير الفني اللي كان متواجد، عنده جزء دفاعي مميز جدا جدا، ودائما بيعمل مباريات جيده امام الفرق الكبيره زي الاهلي والزمالك. خليني اقول لكم عدد المواجهات، 10 مواجهات ما بين الاهلي والداخليه، الاهلي فاز في 7 اما الداخليه فاز في 2، تعادل في مباراه واحده، 17 هدف احرزه النادي الاهلي في مرمى الداخليه، واربع اهداف فقط احرزهم فريق الداخليه في شباك النادي الاهلي. اكبر فوز بالنسبه للنادي الاهلي كان موسم 2016-2017، كانت نتيجته 4-0، اما اكبر فوز لنادي الداخليه كان 2013-2014 وهو 1-0. يعني كبير الهدافين في هذه المباراه هو عماد متعب واحرز هدفين. ده بالنسبه لمواجهات الفرقتين، وهداف الفريق او النادي الاهلي طبعا في مرمى الداخليه هو عماد متعب. اما طبعا لما بنيجي نتكلم على هداف الفريقين بنتكلم على وليد ازارو المتالق حاليا في الدوري الممتاز، وهو احرز 16 هدف. اما بالنسبه لفريق الداخليه وهدافه هو ناصر منسي واحرز 6 اهداف، ايضا عبد الله السعيد 10 اهداف، ومحمد زيكا بالنسبه لفريق الداخليه 5 اهداف، جنرال اجي 8 اهداف، وليد سليمان 6 اهداف، اسلام محارب 4 اهداف، عبد الرحمن السويسي بالنسبه ايضا لفريق الداخليه 4 اهداف، عبد العزيز الشاعر 3 اهداف، احمد سمير فرج 3 اهداف. ده بالنسبه لهدافي الفريقين. صانعي اهداف يعني دي بنتكلم
دايما وباستمرار على اللي بيعمل الاسيست واللي ليه تاثير في حته الباس اللي منها بيجي الهدف ومنها بيحرز هداف الفريق زي ما قلنا اريد ازاره الاهداف. عبد الله السعيد طبعا هو اكثر اللاعبين للنادي الاهلي صنعا للاهداف 11 هدف، جونيور اجاي 9 اهداف، احمد فتحي صنع 4 اهداف، مؤمن زكريا 3 اهداف، اما باكاماني ماتشيمبي فساعد في 3 اهداف. بالنسبه لنادي الداخليه محمود منصور صنع في احراز 5 اهداف، ناصر منسي 5 ايضا اهداف، وسعيد ونابوري صنبوري انا اسف 2 هو هدفين، مصطفى عز هدفين، احمد مصطفى هدفين. ده بالنسبه لصانع اهداف الفريقين في الدوري الممتاز، واضح جدا عبد الله السعيد وتفوقه. توقيت الاهداف بالنسبه للنادي الاهلي مسجله في الدوري الممتاز كانت من الدقيقه الاولى حتى الدقيقه 15 النادي الاهلي احرز 7 اهداف، اما من الدقيقه 15 حتى الدقيقه 30 النادي الاهلي احرز 6 اهداف، ومن الدقيقه 30 ل 45 النادي الاهلي احرز 13 هدف، اما من الدقيقه 45 ل 60 النادي الاهلي احرز 8 اهداف، ومن الدقيقه 60 للدقيقه 75 احرز 9 اهداف النادي الاهلي، ومن الدقيقه 75 حتى الدقيقه 90 احرز 20 هدف. يمكن اما نيجي نبص لتوقيتات الاهداف بيدل على اللياقه البدنيه العاليه عند النادي الاهلي واللي دايما بتبقى متواجده من الدقيقه 75 للدقيقه 90 20 هدف مقارنه بباقي او اوقات المباراه. ممكن في دقيقه من دقيقه 30 ل 45 النادي الاهلي احرز 13 هدف، لكن العدد الاهداف الاكبر بالنسبه للدقائق اللي موجوده هو من دقيقه 75 للدقيقه 90، يعني ما شاء الله اللياقه البدنيه بتبقى متواجده عند النادي الاهلي طبعا مع انخفاض اللياقه البدنيه للفرق الاخرى. ده بالنسبه لتوقيت اهداف النادي الاهلي. توقيت اهداف فريق الداخليه المسجله في الدوري الممتاز حتى الان من الدقيقه 1 للدقيقه 15 3 اهداف لفريق الداخليه، ومن الدقيقه 15 للدقيقه 30 4 اهداف، ومن الدقيقه 30 للدقيقه 45 5 اهداف، ومن الدقيقه 45 للدقيقه 60 5 اهداف، ومن الدقيقه 60 للدقيقه 75 4 اهداف لفريق الداخليه، ومن الدقيقه 75 للدقيقه 90 8 اهداف. يعني ده بالنسبه لتوقيتات اهداف فريق الداخليه، وواضح جدا عدد اهداف ان هم يعني دائما بيعتمدوا على الجزء الدفاعي اكتر وتقفيل الجزء او امام مرماه وبيلعبوا على الهجمه المرتده. ده بالنسبه لتوقيت اهداف فريق الداخليه. يمكن تفاصيل اهداف الاهلي في الدوري الممتاز زي ما بقول لكم هي يعني 39 هدف بالنتيجة طبعا تحرك اختراقات من اليمين للشمال، ولكن 39 هدف دايما بنشوف اهداف مميزه ومتكرره بالنسبه للنادي الاهلي، يعني 39 هدف اهداف اعتياديه، اما من ضربات ثابته فهدف واحد، ومن ركلات ركنيه 3 اهداف، ومن ركلات جزاء 9 اهداف، اما من عرضيات فمن احرزنا 11 هدف. ده بالنسبه للنادي الاهلي عدد الاهداف زي ما قلت لحضراتكم وعارفين حضراتكم 63 هدف بالنسبه للنادي الاهلي على مدار الدوري الممتاز حتى الاسبوع 27. ده يمكن التفاصيل الاهداف. خليني اقول لكم ان بالنسبه ايضا تفاصيل اهداف الداخليه في الدوري الممتاز منهم 16 هم احرزوا 29 هدف، 16 هدف اعتيادي، من ضربه ثابته هدف واحد، ومن ركله ركنيه 3 اهداف، ومن ركلات جزاء احرزوا 4 اهداف، ومن عرضيات 5 اهداف. ده تفاصيل اهداف الداخليه ال 29 في الدوري الممتاز ايضا حتى الاسبوع 27. الاكثر مشاركه في الفرقتين في الدوري الممتاز وليد ازارو اشترك في 2126 دقيقه، عمرو السوليه 2000 دقيقه، ايمن اشرف 1956 دقيقه في الدوري الممتاز، وعبد الله السعيد 1733، وجونيور اجاي 1723 دقيقه في الدوري الممتاز. بالنسبه للنادي الداخليه واكثر مشاركه في الداخليه أمير عابد 2340 دقيقة، سعيد سنبوري و 2230 دقيقة، ومحمود الغرباوي 1980 دقيقة في الدوري الممتاز، وأحمد صابر 1805، وأحمد علاء 1572 دقيقة. ده بالنسبة لأكثر اللاعبين مشاركة في الدقائق في الدوري الممتاز. تفاصيل بقى كتير جدا بالنسبة للمباراة هنتكلم طبعا مع ضيوفنا نجومنا في الاستوديو الجزء الفني، لكن خليني اقول لكم التشكيل المتوقع لفريق النادي الاهلي. في حراس المرمى محمد الشناوي، من اليمين الشمال
احمد فتحي، محمد نجيب، ايمن اشرف، علي معلول، خط الوسط عمرو السوليه، حسام عاشور. اما بالنسبه للجزء الهجومي القوي بالنسبه للنادي الاهلي فوجود صلاح محسن واسلام محارب وجونيور اجاي وليد ازر. ده تشكيل متوقع، ممكن يحصل تغييرات. كابتن حسام البدري دائما ما بيعمل عمليه الروتيشن ما بين اللاعبين، لكن هنشوف. ده يمكن تشكيل متوقع نتيجه رؤيتنا من خلال التدريبات الخاصه لفريق النادي الاهلي. اما التشكيله المتوقعه لفريق الداخليه، في حراسه المرمى محمود الغرباوي، من اليمين للشمال امير عابد، احمد صابر، احمد علاء الدين، ومحمود منصور، في خط الوسط احمد بحبح وسعيدو سامبوري، وامامهم محمد جمال وعبد العزيز الشاعر وسيدريك اوندو وناصر منسي هداف فريق الداخليه. ده التشكيل المتوقع بالنسبه للفرقتين. خليني بقى اقول لكم المباراه القادمه او المباريات القادمه بالنسبه للجوله 28. الاهلي طبعا والمصري، هذه المباراه تاجلت. اما مصر المقصه والزمالك ايضا تاجلت لاشتراك الفرق بالنسبه لمصر المقصه والاهلي والمصري في بطوله افريقيا ايضا. والمقاولون العرب وطنطا ان شاء الله دي هتكون يوم الاثنين 5 مارس الساعه 3 مساء، والاتحاد وسموحه 5:30 مساء، والاتحاد والانتاج الحربي والداخليه 8 مساء. ده بالنسبه للجوله 28 القادمه. باقي مباريات الجوله 28 بذكر حضراتكم بيها، الاسيوطي وانبي ايضا ان شاء الله هتكون يوم الثلاث 6 مارس، ده هيكون مباراه الاهلي في هذا اليوم عشان اذكر حضراتكم، هتكون الساعه 3 مساء. الاسماعيلي ووادي دجله 5 مساء، النصر وطلائع الجيش 8 مساء. اما يوم الاربعاء 7 مارس فمباراه الرجاء وبتروجيت الساعه 3 مساء. ده بالنسبه ل مباريات الجوله 28. خليني بس يعني اروح لفاصل سريع وارجع بقى اقول اخبار النادي الاهلي اليومين اللي فاتوا، بعض الامور الخاصه بالنادي الاهلي، وايضا ان شاء الله الايام اللي جايه هتبقى ايام خير على النادي الاهلي من خلال طبعا مجهود كبير بيقوم به مجلس اداره واجتماعاته الخاصه به طبعا لمناقشه بعض الامور الخاصه بكل الاشياء داخل الجدران القلعه الحمراء.